الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فغرسان ينفعانك وتنتفع بهما في الدنيا والآخرة. الغرس الأول غرس الشجر، الغرس الثاني غرس الأثر. فإن غرست الشجر حصلت على الثمار والأجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الغرس الثاني غرس الآثار، فإن غرست الآثار كتب الله لك الأجر والثواب مدة بقائه، أي هذا الآثار. قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.